الو، السلام عليكم. عليكم السلام، صباح بخير. الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله بخير. ايوا هو هذا، مرحبا بك. الله يطول عمرك. شكون معاك؟ معاك هند. هند منين؟ اكادير. اكادير، شحال في عمرك هند؟ 22. 22 سنة. لمن باغا دير هاد التست؟ براهيم. منين؟ تاهو اكادير. وشحال في عمرو؟ 28. شحال انتي وابراهيم مع بعضياتكم؟ 5 شهور تقريبا. اييه، وشنو العلاقة اللي بينك وبينو؟ علاقة الحب. الحب، اييه. اريني النمرة ديال ابراهيم. 06 تعود. اييه. اختي ما كتوضحيش لي الارقام، كتاكلي ديما رقم. عاودي من الاول، زيدي. اييه. شحال؟ اييه. اوكي سي بون. شحال داز ديال الوقت باش هضرتي اخر مكالمه انت وياه؟ هند. نعم. شحال داز ديال الوقت على اخر مكالمه بينك وبينو؟ ساعة. اوكي سي بون. حداك الصداع اختي، حداك الصداع وراسي تجاوب. الو، السلام عليكم. الو سي ابراهيم، السلام عليكم. اهلا وسهلا، مساء النور. الحمد لله، الله يطول لي عمرك. كي داير انت؟ لاباس عليك؟ بخير. كي دايره العائله والاحوال ديالكم؟ كلشي لاباس؟ وما كنسمعكش مزيان ابراهيم، صوتك بعيد. واش فيقتك من النعاس ولا؟ ويلي. ايوا كنعتذر على الاتصال ديالي بك فهاد الوقيته، ولكن كنت مضطر انني نتصل بك السي ابراهيم. ها، حاول ترفع الصوت ديالك واحد شويه باش نسمعك مزيان. سي ابراهيم من مدينه اكادير، سن 28 سنه. معك سي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت ليك مفرش في البرنامج ديالنا السي ابراهيم، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ مرحبا واهلا بك، هذه فرصة سعيدة باش تعرف على البرنامج ديالنا، ولما لا يوم من الايام حتى انت تولي من المتابعين الجداد ديالنا. ابراهيم، جانا اتصال من عند واحد الانسة من نواحي مدينة اكادير، ما نقدرش نقولو بالضبط منين. قالت لينا بلي انت وياها تقريبا كنتو كتعرفوا مده طويله، ومؤخرا كاين شي خلافات بينك وبينها. هاد البنت كنتي انت وياها في علاقه حب، غدير لك واحد السوبريز وعندها شي هضره في حقك السي ابراهيم، بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. انا غادي ندوزها لك، هي راه معانا دابا وكتسمع لك. واخا بلا شك، كنظن راك عرفتيها شكون. الله يخليها لك ويخليكم بعضياتكم. نعم عرفتيها شكون ياك؟ قبل ما ندوزها لك، شكون هي الانسه اللي جات على بالك؟ بلا ما تذكرنا النسب، غير الاسم يكفي. اه ضروري، باش محد المكالمه دابا غير سريه بيني وبينك، ما كتسمعكش. باش الا كانت هي ندوزها لك، ما كانتش هي ننبهك ونقول لك باللي راه ماشي هي، فهمتيني؟ شنو سميتها؟ فاطمه. خليك معايا نشوف السيستيم. فعلا فاطمه، سي ابراهيم اللي اتصلت بينا. يلا حاول ترفع الصوت ديالك واحد شويه باش تقدر هي تسمعك، حيت المكالمه ديجا في ستوندار. واخا ماشي. اوكي فاطمه، شحال هادي بنت وياها مع بعضياتكم؟ نعم تقريبا تقريبا، ماشي بالضبط 3 شهور. 6 شهور. هي فين كتسكن هاد فاطمه؟ بيوغرا. وي صافي، هادي قالت لينا بلي موعدها للزواج ان شاء الله، وكانوا شي مشاكل. كتغير انت بزاف ياك، كتشك فيها شويه؟ ما كنسمعكش السي ابراهيم، حاول ترفع الصوت ديالك واحد شويه، حيت دير لك واحد المفاجاه اللي زوينه بزاف. اوكي، انا هضرنا معها بعدا قبل ما نهضروا معاك، قلنا لها الراجل اللي كيبغي راه ضروري ما يغير، وضروري من هذوك الحركات اللي كتبانوا لكم نتوما شويه غراب، ولكن راه هذاك هو بران ديال المحبه. متفق معايا السي ابراهيم؟
قلت ليها لو كان كي لو كان كي لو كان شي واحد خلاط كيعرف شي وحده اخرى ولا هذا كاع ما غيتسوق لي، ولكن بما بين هذا السيد باللي عنده انت بوحدك، داكشي باش انت كتهتم بها وكتحاول تغير عليها. اي والله ينعس الشيطان، هاد التصرفات اللي كدير هي راه هي دابا كتسمع راه ديال الدراري الصغار. تبارك الله ما شاء الله 28 عام راه بعقلك وبرافو عليك حيت كتغير عليها. راه سمعوا كاع الناس اللي كيستمعوا لينا، اللي ما كيغيرش راه ما الا مع شي انسان وما كيغيرش عليك راه ما كيبغيكش، راه كيخونك ياك. وقول لنا بصراحه، واش هاد السيده هادي غادي تكون معها راجل وغتزوج بها الى كتاب؟ نعم ان شاء الله. ايوا بغيت نقول لك باللي المهم المفاجاه اللي غادي نديروا لك ديال العرس وديال داكشي اللي غنعاونوكم به حنا غادي نقولوها لك من بعد. انا ندوز لك بعدا فاطمه وخليك معنا باش ناخذ عندك المعلومات، حيت راه فاطمه كانت شاركت معنا في واحد الكيفوي كان دارتها السوسيتي ديالنا سير انستغرام وربحات معنا واحد القسيمه شراء القيمه ديالها 50000 درهم. مبروك عليكم، انا ندوز لك ابراهيم. فاطمة الو ها هو معنا الو ابراهيم اول حاجة خصك تغوت باش تسمعك. غوت 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 اكثر واكثر. ايوا ضروري خاصة باش تسمعك. يلاه هضري معاك كتسمعي؟ اه كنسمعك. الو الو ابراهيم لاباس عليك؟ قطع من وراء الحس وتقطع عليه. وزهق الباطل يا ناس. طفات التليفون. طفات التليفون برا هند. ظهر الحق وزهق الباطل. ما تخافي والو ما يكون عندك بس. يلا مرحبا بكم ندوزو على مكالمة أخرى ويا ربي يكون راجل. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. صافا لاباس عليك؟ مرحبا بك أخويا، نهار كبير هذا. مرحبا مرحبا وألف مرحبا. والله إلا مرحبا بك. شكون معايا؟ رشيد من ملان. شحال في عمرك؟ 34. اييه كيعجبوني هاد المكالمة شوية خاطرين شوية. وين باغي دير التيست ابراهيم؟ لواحد البنت شنو سميتها؟ سهام. سهام القصيبة، قصيبة واحد ولا قصيبة جوج؟ قصيبة واحدة. اييه. اييه. شحال في عمرها؟ 19. 19 34 19. شحال انت وهي مع بعضياتكم؟ السيمانه ما هضرناش. علاش هاد السيمانه ما هضرتوش؟ واخا قرا لي النمره ديالها. صفر صفر ستة زين زين. السيمانه ما هضرتوش، علاش ما هضرتوش هاد السيمانه؟ تخاصم في على شي حاجه.
الاولى السهام ما جاوبتناش نعاود نصونيو ليها واحد المره. نايلة ما جاوبتش ما كاين لا اخرى ولا صافي والو ما جاوبتش حتى تعاود تصل بينا راشي في اي وقيته. نعم نعطيك نمره اخرى ديالها هي نيت. لا لا ودابا راه ما كون جاوب كون غتجاوب في المره اخرى كون جاوبت في هذه حتى تعاود تصل في اي وقيته ونعاود نتصلوا بها صافي. يلاه مرحبا بك اخويا رشيد تحيه الناس بينا.